حسن عاشور كرة عرضية عالية وسجونة محاولة جاسم لمازف فياض جول للشرطة جول للشرطة في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وهيثم شبول وجد الحلول جول للشرطة في وقت قاتل عن طريق مازن فياض مازن فياض مازن فياض والهدف الأول في المباراة في وقت قاتل من عمر المباراة في وقت قاتل من عمر المباراة مدافعي فريق القاسم 90 دقيقة 90 دقيقة دفاع مستميت كان طبعا دفاع كان باستماتة واضحة وبالتالي هنا جاسم لمازن ومازن فياض في المكان المناسب وبنظرات حارس المرمى اللي يكتفي بالنظر للكرة الماضية الحارس اللي تألق ولكن هي صعبة 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 وغير ملام حارس المرمى ولكن الرقابة غير موجودة لمازن فياض من قبل المدافعين وبالتالي حارس المرمى اللي تصدى للكثير.